في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة. عقد مؤتمر مشترك بين رئيس مجموعة إندافكو ومديرها التنفيذي نعمة فرام ونقيب المحامين أنطونيو الهاشم، أعلنا فيه البدء بتنفيذ مشروع ألواح الطاقة الشمسية في مبنى بيت المحامي. لأول مرة صارت الطاقة الخضراء مش بس مفيدة للبيئة، صارت كمان رخيصة وصارت جدول اقتصادية فعالة. صار مش بس قرار للضمير، كمان للدماغ. يعني نحن اليوم الطاقة الخضراء عم تضارب مع بالرغم من كل التدني في سعر النفط، الطاقة الخضراء صارت منافسة بكل معنى الكلمة. من هيك لبنان بأسرع وقت لازم يتحول ل 20-30% من قدرته من طلب الإنتاج الطاقة فيه إلى طاقة خضراء.